ذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك تحية مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته. كما أحيي إخواني القائمين بهذا البث، وأسأل الله أن يثيبهم على ما يقومون به من مساهمة فعالة في سبيل إثراء هذا المنبر الحيوي الفقهي المبارك إن شاء الله تعالى. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم ومتواصل معكم. وأذكركم بجوال البرنامج للتواصل 0501-785-5536. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من أسئلة. يقول السائل: هل يجوز للإمام التنويه عن الكسوف وكذلك التنويه عن الخسوف القادم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على السؤال في التنبيه عن الخسوف أو الكسوف المستقبلي، مثلا كأن يكون خسوف القمر، يكون مثلا الساعة 10 أو 11 في الليل، ثم يطلب من الإمام أن ينبه على أساس أن فيه خسوف أو نحو ذلك. والله في الواقع على كل حال، يعني الخسوف ومشروعية الخسوف على سبيل الاستحباب هي في الواقع ما تكون إلا بعد وجود هذا الخسوف وبعد ظهوره، وأما قبل ظهوره فعلى كل حال فلا يظهر أن التنبيه عليه من الأمور المستحبة. فعلى كل حال يعني ممكن أن نستدل على عدم ذكرها أو الإشارة إليه بالأذان، أذان الظهر. هل يجوز أن يؤذن أي مسجد من المساجد الظهر الساعة 10 صباحا، يعني قبل حلول الوقت بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين أو نحو ذلك؟ فعلى كل حال ينبغي أن يعني الكسوف والخسوف تستحب صلاة أي واحد منهما عند وجوده، وقبل وجوده فعلى كل حال ما يظهر لي يعني استحباب الإخبار عن ذلك. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، هذا السائل يقول: إذا جاء الرجل إلى المسجد والإمام يقرأ، يقول هل يكبر ويستمع أم يقرأ الفاتحة ثم يستمع؟ سؤال آخر يقول السائل: كنت في طريق السفر وتوقفت للصلاة، ودخلت مع جماعة يصلون العصر، أدركت معهم الركعتين الأخيرتين، وظننت بأن الإمام يقصر الصلاة، ثم اتضح لي بأنه متم 4 ركعات، ما هو التصرف الصحيح؟
ما يتعلق بالسؤال الأول. إذا جاء الرجل إلى المسجد؟ إذا لا، السؤال الأول قبل، لا قبلها. نعم، إذا جاء الرجل إلى المسجد والإمام يقرأ هل يكبر؟ نعم، إذا جاء الإمام، إذا جاء المصلي إلى المسجد والإمام يقرأ، أولا هذا يترتب عليه قراءة الفاتحة. من المعلوم بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالإجماع على الإمام وعلى المنفرد. نعم. وأما المأموم ففيه الخلاف بين أهل العلم، هل هي أهل الإمام يتحمل وجوب أو ركنية قراءة الفاتحة على المأموم، خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول نعم يتحمله، وينبغي للمأموم أن يستمع إلى إمامه في قراءته، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي هذا رأي. فمعنى هذا أن قراءة الفاتحة يسقط وجوبها عن المأموم، فإن قرأها فعلى كل حال يعني، مع أنه ينبغي له أن يستمع إلى قراءة إمامه، وقراءة إمامه تكفي عنه. وبعض أهل العلم يقول لا، بل الوجوب عام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عموم، ولم يكن هناك تفصيل أو تخصيص لأحد دون أحد، لأن المصلي إما أن يكون إماماً أو يكون مأموماً أو يكون منفرداً، والحديث عام، فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة مع من كل مصلي، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. ولعل على كل حال يعني، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يقول قراءتها للمأموم من الأمور التي يبذل في سبيلها الاحتياط، فيعني فيرى أنه يقرأها في سكتات الإمام، وقد يقرأها كذلك في غير سكتات الإمام، لكن قراءتها في الواقع لا يمكن أن تشغله عن الاستماع، ممكن أن يستمع الاستماع الأكثر وينشغل عنها بقراءتها، قراءة لا تأخذ منه وقتا عن سماعه قراءة الإمام. نعم، كنت في طريق السفر وتوقفت للصلاة ودخلت مع جماعة يصلون العصر، أدركت معهم الركعتين الأخيرتين وظننت بأن الإمام يقصر الصلاة، ثم اتضح لي بأنه متم 4 ركعات، ما هو التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح طالما أول ما هنا ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب على المأموم أن يتابع إمامه، وهذا في الواقع دخل مع الإمام ولم يتابع إمامه، إمامه صلى 4 ركعات وهذا لم يصلي إلا 2، فالذي عليه جمع من أهل العلم على أساس أنه يجب عليه إعادة صلاته لأنه لم يصلي إلا 2 فقط. وهناك من أهل العلم من قال بجواب أن طالما أنه مسافر والمسافر له الحق في أن يقصر الصلاة الرباعية فله، وقد قصر الصلاة الرباعية فلم يكن منه أي ما شيء يلاحظ به عليه، لكن الاحتياط هو أن يعيد صلاته وأن يأخذ بعموم متابعة المأموم لإمامه، سواء كان مسافرا المأموم أو كان مقيما. يعيدها 4 أو 2؟ لا، يعيدها 4. طيب، جزاك الله خير يا شيخ، ومع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم مجددا مع ضيفنا الشيخ عبد الله المنيع. شيخ عبد الله، كان لكم تعليق قبل الفاصل، فلو استكملتم. نعم نعم تفضل. نعم، في الواقع كنا نتحدث عن إجابة عن سائل يسأل، وهو انه يقول انه جاء
وهو مسافر ووجد جماعة يصلون فدخل معهم وأدرك ركعتين، وكان يصلي صلاة الظهر أو العصر، فأدرك ركعتين ثم يعني بدا له وهو أنه مسافر أن الركعتين تكفي لأنه مسافر وله حق أن يقصر الصلاة الرباعية فقصرها، ثم تبين له أن الإمام يتم الصلاة، فهل صنيعه صليح صحيح في أنه قصر أو ماذا يترتب عليه؟ الذي يظهر والله أعلم أن عليه أن يعيد الصلاة كاملة، لأنه في الواقع يعني تم بإمام يتم الصلاة، ويجب عليه أن يتابع إمامه. وبناء على هذا فالذي عليه جمع من أهل العلم على أنه يلزمه أن يتابع إمامه وأن يتم صلاته، ونظرا إلى أنه لم يتمها فعليه أن يعيد الصلاة أربع. يعيدها أربع، يعيد بعض أهل العلم قال يعيدها أربع، وبعضهم قال أنه له الآن طالما أنه استقل بصلاته وله الحق أن يعيد الصلاة، وله ويتعين عليه أن صلاته الأولى غير صحيحة وعليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية وهو مسافر، فله حق أن يصلي وأن يقصر صلاته. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. نتواصل معكم ومع أسئلتكم التي تصلنا. من الأسئلة: ما حكم الاشتراط؟ هذا السؤال نعم يقول: ما حكم الاشتراط في عقد النكاح بأن يتنازل الزوج أو الزوج أو الزوجة من الورث في حالة وفاة أحد الطرفين؟ في عقد النكاح على اعتبار أنه لو مات أحد الزوجين لم يعني فليس له حق الإرث، هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه أولا هو الآن تنازل عن شيء لا يملك، والتنازل لا يمكن أن يكون التنازل معتبر وله آثاره إلا إذا كان ممن يملك هذا التنازل، فإلى الآن هو لم يملك إرثا حتى يتنازل عنه. ومثل ذلك لو تنازل الولد عن إرثه من أبيه أو العكس أو نحو ذلك، فكل شيء ليس له وجود في وقت التصرف فيه فهو باطل. نعم. والله أعلم. أقسمت على عمل شيء معين ولم أستطيع عمله، ماذا يلزمني؟ كفارة يمين. إذا أقسم أن يفعل شيئا، مثلا يقول: والله علي لله أن أعتمر ماشيا من الدمام إلى مكة مثلا. نعم. فعلى كل حال وهو لا يستطيع أن يمشي هذا، يعني فالذي عليه أهل العلم على أن عليه كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء بما لا يقدر عليه. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. نعم. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كلها على سبيل الخيار. نعم. فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلى جوال البرنامج يقول السائل: عندما أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟ أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة: أثناء الرحلة البرية في هذه الأيام والمسافة تزيد عن 80 كيلو، هل يجوز الترخص بأحكام السفر؟ الإجابة على السؤال الأول: صلى من غير وضوء، وهو أنه صلى من غير وضوء وتأكد له ذلك، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. نعم. يجب عليه أن يعيد، لأنها لا صلاة بلا وضوء أبدا. فعلى كل حال يعني من شروط الصلاة الطهارة. نعم. بعد 80 كيلو. نعم. وأما المسافر فهو سافر، وسواء كانت الرحلة
رحلة اللي على مدينة أو لأي بلد من البلدان، أو أنه كان رحلة برية كنزهة، أو أن يكون راعي إبل أو غنم أو نحو ذلك، وقد كانت المسافة بين مقر إقامته وبين المكان الذي الآن يطلب أن يصلي فيه يعني تزيد عن 80 كيلا، فلا بأس أن يترخص برخص السفر. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا في هذه الحلقة، يقول السائل: سافرت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بالقطار، لبست الإحرام في الفندق، والفكرة إذا حاذيت الميقات بأن أحرم بالعمرة، ولكن لم يكن التنبيه واضح، ماذا يلزمني؟ أيضا من الأسئلة يقول السائل: صليت العصر خلف الرجل يصلي الظهر قضاء، ولم أعرف إلا بعد الانتهاء من الصلاة، ما الحكم؟ ما يتعلق يعني بإحرامه وهو في القطار، نعم، وقد تجاوز القطار الميقات من غير أن يعلم المسؤول عن القطار. صحيح. وفي نفس الأمر هو لم يعلم، فعلى كل حال العبرة بالإحرام من الميقات. هل أحرم من الميقات أو من محاذاة الميقات؟ الجواب لا. إذا كان كذلك فهو في الواقع ترك واجبا من واجبات الحج، وهو من واجبات النسك سواء كان حجا أو عمرة. وفي نفس الأمر يلزم من أحرم من دون الميقات دم، نعم، لأنه لا بد أن يكون الإحرام من الميقات. صليت العصر خلف الرجل يصلي الظهر قضاء، ولم أعرف إلا بعد أن الانتهاء من الصلاة، ما الحكم؟ لم يعرف يصلي الظهر قضاء يقضي، وهذا يمكن يصلي مثلا صلاة العصر أو وحنا حسب وقت العصر. العبرة بنيته، وطالما أنه نوى دخل مع الإمام نية، ونيته أنه يصلي الظهر، تبين أن الإمام يصلي العصر مثلا، فأنا أقول لا بأس بذلك. واختلاف النية لا يعني عدم اتباع الإمام، لأن اتباع الإمام ذكر أهل العلم بأن اتباع الإمام مختص بالحركات مع الإمام، وأما ما يتعلق بالنية فالنية ليست حركة من الحركات التي يختلف فيها الإمام عن المأموم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مسجده فيصلي بجماعته، وصلاته بجماعته نفل وهم يصلون فرضا، وصح ذلك ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. وأنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه ألا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي جمعتنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.